رح نحتاج للطبقة الأولى 250 جرام بسكوت قمح و100 جرام زبدة أصبع يعني صح؟ آه. الطبقة الثانية 50 جرام زبدة، ربع كوب سكر بني، وكوب حليب مكثف محلى. للطبقة الثالثة كريمة مخفوقة، كاكاو للتزيين. أسهل من هيك فيه؟ لا، هم المقادير كتير قليلة. هلا دانا انت عملتي البنوفي باي قبل هيك؟ لا. اوكي، هلا البنوفي باي عاده احنا بنحط الحليب المكثف المحلى بكان على النار لمده ساعتين او بطنجره الضغط لمده نص ساعه حتى يصير معنا مكرمل. صح. في بعض الدراسات بتقول لك انه هذا مضر، فانا من الناس اللي ما عمري حبيت اعمله بهاي الطريقه. هلا في بعض الشركات نزلوا منه هذا اصلا مكرمل جاهز، بس اذا بدنا نعمله بالبيت رح نضطر انه برضه نضيف له شويه سكر بني وشويه زبده، مع انه كتير حلو فما تكتروا كتير، بس رح اعطيكم نتيجه سريعه جدا ليطلع معكم بالضبط زي كانه معمول بالكان. هلا بدنا نحط اول شيء الزبده اللي عندنا، وبعدين بدنا نحركها، وبعد ما تدوب شوي بننزل عليها بس ربع كوب سكر بني. زمان كنت احط اكثر، يعني كنت احط مثلا نص كوب سكر بني مع الزبده اصبع مثلا، صرت الاقيها كثير دسمه. لا، انا بس بدي معلقتين او ثلاثه من السكر البني مع شويه زبده لحتى يلون لي هالحليب المكثف المحلى ويعطيني نفس نتيجه الحليب المعمول بالكان، يعني اللي هو مكرمل. هلا هاي الوصفه نفسها للبنوفي باي، نفسها، بس انا اليوم استبدلتها بالتمر كثير. لقيت الكراميل مع التمر بشهي والكريمه، فيعني تغيير عن البنوفي باي، وعاملينها باكواب. قد ايه حطينا زبده؟ حطينا 50 جرام مع يعني هو ربع كوب مع ربع كوب سكر، فانا قللتها عن وصفه البنوفي باي. هذيك المره لقيت يزيد ابو الفيلات عامل وصفه نزل لي اياها على الصفحه. يزيد بسيط والله، شطور يزيد. فهلا هيك بنحركهم كلهم مع بعض. ذكريني يعني كنت عملت طريقتك للسينمون رولز، بس المشكله انه بدي الصوص الابيض. طيب ما انت، ما احنا عملنا ابيض، انا عملته ابيض مش كراميل، انا عملته الفيلادلفيا يعني الكريم تشيز. انا كنت بدي الثاني اللي هو هلا انت خليكي معي ان شاء الله يوم الاثنين الجاي. يوم الاثنين الجاي عامله شيء كثير طيب، عامله سينمون رولز اوكي مع التفاح، حشيتهم بالتفاح زي الابل باي، اوكي، وحاطه صوص الكراميل. اوكي، رح اعملهم مع صوص كراميل. هذا الصوص اللي بيكون جواه اصلا الجوز. ايوه، بتكسري فيه جوز وبتحطيه معه الاثنين الجاي ديما ان شاء الله. أوكي. باذن الله ان شاء الله. هلا شايفه انا حطيت الحليب المكثف المحلى، زبده وسكر بني، شويه من الزبده وشويه من السكر البني، وراسا بصير معنا هلا طبيعي. اسهل كثير، اسهل بدل ما نخلص الغاز. بشوف فيه كالوريز زياده شوي لانه فيه زبده وسكر يعني بني زياده على الكان، هي الكان اوريدي حلوه كثير. مش مشكله، بس هيك اسهل واسرع. بس صراحه يعني انا من الناس كثير براكتيكال، ما عندي صبر اقعد استنى شيء 3 ساعات، يعني بعصب انا حتى الطبيخ بحب الطبيخ السهل والسريع. صح. زي ما انت شايفه، فيعني فانا يعني كثير بلاقي انه هيك اسهل لست البيت من ما انها تقعد تستنى بهالحليب. واذا بخوف كمان انه بالكان ينحط فتره على النار، فبلا واحد يحاول يبعد عن هاي الشغلات. طيب بس تخلصي الخطوات عشان نقرأ من الفيسبوك. نزلت لهذا البوست. مش حاطين تمر بالمكونات؟ معقول؟ والله ممكن. استنى شوف. ممكن نسوة. ممكن. أنا مني أنا. قديه تمر؟ كوب تمر مقطع، يعني كوب تمر مفروم بهاي الطريقة. أوكي. بليز يعني ماشي. مهمة أكيد. تمر أو طبعا لو بدكم تعملوها بنوفي باي بدكم تحولوها لموز. شايفة هلا بلش يصير بني، بس بدي اياه يغلي له غلوة. هي شو اخبار هالنار؟ خلي دقيقتين دانا عبين ما ابدا احكي لهم عن الاكواب شو عملت فيها. هلا بالنسبة للاكواب حاطة انا في قاعها بسكوت القمح اللي بنستعمله للتشيز كيك مع اصبع زبدة على محضرة الطعام، صار بودرة، يعني ما عملته قدامكم لأنه عملناه يمكن كثير، كل أنواع تشيز كيك كثير عملناه. فبس للسهولة بنحضرهم. بتقدروا طبعا أكيد تعملوا بقالب. شايفة؟ هاي الطبقة صارت عندي ممتازة. وهي غليت. هلا بشيلها عن النار دانا، بس أعطيها كمان دقيقة غليان. يا الله الريحة أحلاها. مش عارفة مين اللي حكالي، أظن ميس قالت لي وهي صغيرة كانت تاكله هيك من العلبة.
الحليب زاكي. عن جد زاكي. هاي ما جربتها. لا ولا أنا أكيد إنه هي شايفة دانا طلع كيف تكاثف، صار بالضبط زي ما منطلعه من العلبة بعد ما منحطه بالنار. فأنا رح أقيمه عبين ما أكمل باقي الأكواب. طيب سؤال هلا ديما، إذا بدنا بقالب إيش بنعمل فيه؟ قالب تشيز كيك تفردي فيه البسكوت، تكبسيه زي التشيز كيك، تحطي هاي الطبقة، بعدين بتدخليه شوي على الثلاجة. لما أحط طبقة البسكوت كرميل. مع ال... لا قبل الطبقة نفسها لتحت بحطها بمحل عشر دقايق ممكن بالثلاجة. أنا الصراحة مرات لما أكون مستعجلة ما بحط، بس بعد هاي الطبقة إذا بقالب لازم ينحط بالثلاجة، بأكواب ما في داعي. أوكي. بس إذا بقالب ضروري ينحط شوي بالثلاجة، لأنه هلا قاعد رح يصير قاسي، رح يبطل هالقد رخو، رح يصير يعني لزج كتير. أوكي. ده أنا بس بدي أحكي شغلة مهمة. هلا التمر كتير ضروري يكون طري. أوكي. في أنواع بتكون أقسى من أنواع، فإذا النوع مش كتير طري يعني رح يغلب، عرفتي؟ بفضل يكون يعني من الأنواع الطرية. بس مش العجوة يعني، إنه بس يكون تمر طري تقدروا تقطعوه بهاي الطريقة. عبير التميمي هلا بعد لك في سؤال، الجرم مسالة وين بتلاقيه؟ برضه موجودة في كل محلات العطارة، وبرضه موجودة عند السوبر ماركت بالفرع وين بيبيعوا البهارات الهندية والقصص هاي، بتلاقوا موجود. وإذا مش موجود بالمرة فيكم تعملوها في البيت. هلا أنا عملت لكم خلطة بهارات الهندية، وعملت لكم سوري مش الهندية، المكسيكية. ناسي إذا سويت الهندية على فكرة. لا عملت بهارات البطاطا كمان مكسيكي، بعملكم إياها إن شاء الله كيف تحضروها بيتي يعني. هلأ بدي أحط رشة كاكاو هيو، ولا ما أحط دانا؟ لا أحطي، بحب أحط. جرب بوحدة أو وحدة إذا طلع الشكل حلو. هي بس بشي خفيف. شوفي ما بدكم تشوفوا هلا الوضع ايش في ايش في ايش في ولكم ايش في بالكواليس، الكل عم بتجمع عشان يدوق اكلات ديما. طيب انقل الى الطاوله.